عروض الجمال الكبرى مستمرة معكم على مدار تاريخ 4 و 5 ديسمبر، خصومات تصل إلى 85%، شحن مجاني وهدية مع كل عملية شراء، وهي مجموعة ويش دي لوكس. العرض اللي نحن مقدمينه لكم هلا هو عرض على الجيل الجديد من كافي سليم لنحت الجسم والتخلص من الدهون المتمركزة والمستعصية اللي نحن السيدات تعبنا وما عرفنا شو الحل لإلها. العرض اللي مقدمينه ما راح تصدقوا، لأن نحن مقدمين خصم 16%، 798 ريال سعودي توفير، شو بدكم احلى من هيك؟ خلينا نتعرف على كافي سليم اكثر. فقرة خاصة للعناية بالجمال وتحديدا جمال الجسم. مين فيكم ما بيعاني او كلياتنا من صبايا وشباب ما عانينا بنيوم انه نرتدي ملابسنا بشكل كثير مريح، مثل ما هلا عم نشوف نحن وياكم، او حتى بنفس الوقت انه نحن هيك نرتاح من كل الترهلات او اللي بيكون عندنا هيك الفات الزايد على منطقة الجسم، وهون كمان عم نشوف كيف بتلجأ السيدات لأما عملية شفط الدهون اللي بتكون متعبة او التومي توك واللي هي عملية شد المعدة، ولكن نحن اليوم عم نقدم لكم جهاز كافي سليم، الجيل الجديد من هذا الجهاز الرائع اللي بيعتمد على تقنية جدا مميزة وهي تقنية التفريغ اللي بتعتمد على الموجات الفوق الصوتية لحتى يخليكم تتخلصوا من هيدي المشكلة. صحيح. سارة ما تقلقي، ليش؟ لأنه عن جد عندنا كافي سليم اللي هو بيساعدنا نتخلص من المشاكل اللي أنت عرضتيها هلا. كمان بدي أحكي شغلة، اليوم نحن مقدمين الجيل الثاني من كافي سليم، هذا الجيل بيعتمد تقنية جدا متطورة. شو هي التقنية مثل ما حكيتي؟ هي الموجات فوق الصوتية. شو بتعمل؟ بتدخل للدهون الموجودة بالخلايا، بتطرد الدهون من الخلايا وبتعمل لها عملية تفريغ. هذه التقنية معروفة بكل العيادات بتقنية التفريغ. وشو بتعمل هذه التقنية؟ بتخليكم تتخلصوا، ورح نشوف النتائج نحن وياكم، بتخليكم تتخلصوا تماما من مشكلة هيدي هي الحركة اللي انتم بتعتمدوها، ورح نشوف تفاصيل أكثر بسياق الفقرة، بتتخلصوا من كل الدهون الصعبة والمستعصية اللي بتكون بمراكز معينة، بتخلينا نخفف من مظهر السيلولايت، بخلينا نشد البشرة، هو للرجال وأيضا للسيدات. في بالعادة بنشوف شباب وصبايا جسمهم منيح ولكن عندهم دهون زائدة. صحيح. بمناطق معينة. معنا صحيح. كمان هون أنا بالاستوديو رح تعمل اليوم جلسة وهي جلسة التفريغ. أنا could you start please؟ عم نشوف هون جلسة التفريغ اللي عم تعملها أنا، هيدي هي جلسة لحتى أنتم تتخلصوا من مشكلة كل الدهون اللي بتكون زائدة على الجسم. كمان هون بدنا نخبر كل عم يتابعونا ان كافي سليم اللي نحن مقدمينه اليوم كثير حكوا عنه بكل البرامج العالميه، ودكتور اوس خاصه حكى عنه انه قديش هيدي التقنيه بتعمل على تفريغ الدهون. شايفين هون عم نحكي عن الدهون اللي بتكون متمركزه داخل الخلايا، التقنيه ما بتحسوا ابدا معها بالالم او ما بتحسوا باي ازعاج، بتدخل الموجات الفوق الصوتيه بتطرد كل الدهون الموجوده والمتراكمه في الخلايا. عمل هيدي التجربه لايف، طريقه جدا آمنة، ما في ابدا اي ازعاج، ما في ابدا اي الم، والاحلى ان هذه التقنيه اللي بتدفع عليها الافات بالعيادات صارت متوفره لكم بكل خصوصيه بالبيت. شو عم نقدم بهيدي الفقره؟ عم نقدم لكم جهاز كافي سليم للاستخدام المنزلي، رح نتعرف على كيفيه استخدامه بسياق الفقره. مع كافي سليم بتحصلوا انتم على جل وهو خاص للكافيتيشن، والجل اللي بخلينا نحفز اكثر الموجات الفوق الصوتيه، عندنا سيروم خاص لل انتي سيلولايت سيروم، وعندنا سيروم خاص للفيرمينج ليشد الجلد من بعد الجلسه، وعندنا كمان هون مقياس خاص لحتى نقيس نحن نسبه الدهون بجسمنا. هيدا ما كل شيء، فقرتنا لليوم حامله لكل الصبايا. كمان هون عم نشوف عرض كثير مميز بفقره فرصه الاسبوع مع المجموعه اللي عرفتكم عليها، بتحصلوا انتم كمان على علبتين من الجل اضافيه للمجموعه، وبتحصلوا كمان انتوا على سيلولايت انتي سيلولايت سيروم، على فيرمينج سيروم، على مقياس للوزن، وعلى الساونا سوت. كل هيدي المجموعه قيمتها مثل ما عم بتشوفوا 798 ريال سعودي، الى جانب هيدا الشيء جاي لكم كمان سعر مخفض عنا مثل ما عم بتشوفوا 4298. اذا نحن بدنا نشوف مقارنه على السريع بكل الاشياء اللي بتلجا لها السيدات، هون عم نشوف اذا عملنا 12 جلسه من شفط الدهون بتكلفنا 8400 ريال سعودي، عمليه شفط الدهون لتفريغ الدهون لتفريغ الدهون، عمليه شفط الدهون 25000، عمليه شد البطن 30000، بينما كافي سليم بيامن لكم كل النتائج
النتائج اللي انتم بدكم اياها مع هديه اضافيه بسعر 4299 ريال سعودي. واو. بس واو، والاحلى من هيك التقنيه اللي عم نحكي عنها تقنيه جدا امنه وبتعطي نتائج فعاله. وهلا ساره رح تثبت لكل اللي عم يتابعونا كيف هيدي التقنيه بتشتغل. هون عم نشوف نحن بكل سهوله عندنا هيدا، خلونا نقول مثل كثير بسيط على الدهون اللي بتكون موجوده باجسامنا. مجرد نحن ما نعرض الالترا ساوند او الموجات الفوق الصوتيه لك شو بيصير؟ بمجرد نحن ما نعرضها بتبلش عنا، خلونا نشوفها من فوق، بتبلش عنا هون لك كيف الدهون كلياتها بتتفتت مثل لك كيف الجيلاتين اللي عنا عم يتفتت وبلشت تطلع عنا اذابه الدهون. هيدا نفس الشيء بيصير باجسامنا ورح نشوف هيدا الشيء مفصل لكم. كيف بيشتغل طريقه شغل هيدا الجهاز اللي احنا مقدمينه اللي هو الجيل الجديد من كافي سليم؟ جدا جدا سهله. اول شيء هو بيجي على البشره، بيفتح المسام، بيدخل للدهون على مكانه وتمركز الدهون اللي هي الخلايا الدهنيه، بيعمل على تفريغ الدهون. هيدي الدهون بتتحول الى الدم، طبعا هي بتتحول الى الترايجليسرايدز اللي هو الجليسرول والفاتي اسيد، الاثنين بيروحوا على الكبد لحتى الجسم يستفاد من الجزء اللي هو بده اياه كطاقه، واما الجزء اللي نحن منه بحاجه له اللي هي الدهون اللي بتكون متمركزه عندكم بتتحول الى nothing لانه الجسم بيتخلص منها. هذه هي الطريقه اللي بيشتغل فيها كافي سليم. اما بالنسبه للجهاز اللي احنا مقدمينه اليوم فهو جهاز جدا سهل الاستخدام صار، كون انه في خمس سرعات، يعني فينا نحن نختار السرعه، طبعا السرعات البروجرامز كلياتكم فيها اكيد تتاكدوا من طريقه الاستخدام من خلال الكتيب اللي موجود واللي مرفق فيه كل التعليمات اللي انتم بحاجه لها. اما بالنسبه للبروجرامز هنشوف هون ان عندنا خمسه بروجرامز، واللي بيميز الجهاز اللي نحن مقدمينه اليوم هلا رح فرجيكم. عندنا البي 1 الجهاز او البروجرام الاول، اوكي، البي 2، بي 3، بي 4، وعندنا البي 5 البروجرام الخامس، هو الجديد واللي بيميز الجيل الجديد من كافي سليم. ليش؟ لانه هو بيساعد انه يتخلص، بيكون في مثل موجات مستمره بتساعد انها تتخلص من كل الدهون المستعصيه بشكل كثير كثير خلينا نحكي فعال. مزبوط. اذا فينا نقرب زوم اكثر لحتى نشوف كيف هون الانتنسيتي والمود وكل البروجرام اللي موجودين عندنا على الجهاز. خلونا كمان بعد ما شفنا نحن كيفيه استخدام هيدا الجهاز، وفي نقطة كتير مهمة انه نحن ما بيتشغل عنا او بيتفعل الجهاز غير بالبادل اللي موجودة واللي هي مرفقة مع هيدا الجهاز، عند الضغط تقدروا انتم تستخدموها بكل سهولة. رح انتقل هوني لأنا، أنا I will ask you to move to the viewers all the steps that we need to take. أول خطوة بتكون تعملوها بتكون تحطوا انتم الكافيتيشن الجل. هيدا الكافيتيشن الجل مجي مرفق مع كافي سليم، بيساعدكم لحتى الموجات فوق الصوتية تقدر الجلد عندكم تمتصها بكل سهولة. بتحطوه على هيدي المنطقة. الخطوة الثانية اللي بتكون لألكن وهي من خلال الأنتي سيلولايت سيرم. هيدي الخطوة اللي انتو من خلال هيدا السيرم، رح أعطيك السيرم أخذته من هونيك. هون السيرم اللي موجود بيساعدكم لحتى أول، يعني بعد ما تحطوا الكافيتيشن جل بدكم تحطوا هيدا السيرم، لأنه بيساعد إنه لحتى يخلصكم من مظهر السيلولايت على هيدي المنطقة. بنشوف هلا طريقة الشغل على الجهاز ولا أسهل. بنرجع بنذكركم إنه عندنا هيدي القطعة الإضافية بالأرض واللي هي مرفقة مع كافي سليم، عند الضغط عليها بتقدروا أنتم تعملوا هوني اكتيفيشن للجهاز. سارة بس حابة ألفت انتباه كل اللي عم يتابعونا ان انتم وقت ما بتعملوا الجلسة اوكي احتمال ان انتم تسمعوا مثل صوت الرنين، يعني صوت رنين خفيف، هيدا صوت جدا طبيعي، خاصة انه نفس الصوت بالضبط لو رحتوا عملتوا الجلسة بأي عيادة اوكي رح تحصلوا على نفس الصوت. هذا بيدل على انه الجهاز شغال، وطبعا من دون أي ألم ومن دون أي إحساس بأي شيء. هلا طريقة الاستخدام جدا سهلة، لأن كل اللي علينا نسويه هو ان احنا نعمل جلستين كل أسبوع، لازم مع فرق 72 ساعة على الأقل، يعني خلينا نحكي كل 3 أيام فينا نعمل جلسة، ونحن بحاجة ل 20 جلسة لحتى نحصل على النتيجة المثالية، يعني جسم منحوت ما في دهون أبدا بالجسم حتى لو كنتوا بتتبعوا رياضة. ليش تعملوا رياضة أوكي وهذه الرياضة ما رح تعمل لكم تخلص من الدهون المتمركزة؟ فيكم تستخدموا كافي سليم اللي هو رح يوفر عليكم كثير مصاري بتدفعوها بالعيادات. والحلو أنكم لازم أنتم على كل منطقة تستخدموه 15 دقيقة، ولكن أنتم بحق لكم
خلال النهار تستخدموه 30 دقيقة. يعني نفترض انتوا عاملين حابين تعملوا جلسة للبطن او جلسة كمان للايدين او الاكتاف او الارداف، بتقدروا تستخدموا 15 دقيقة على منطقة البطن، 15 على منطقة الارداف. صحيح. او اذا حابين تركزوا على منطقة واحدة 30 دقيقة على منطقة البطن مثل ما نحن عملنا مع انا، عم نركز على منطقة البطن لحتى نفرجيكم بعد 30 دقيقة كيف بتكون النتيجة. هي بلشت بالجلسة قبل بوقت لحتى نفرجيكم النتائج اللي بتحصلوا عليها. طبعا عم نحكي آمن جدا، عم نحكي على تقنية آمنة، ما في جراحة، النتائج كتير مضمونة. وطبعا خلينا نحكي اذا خلصنا ال 20 جلسه وحبينا ان احنا نعمل جلسات ثانيه لازم يكون في فرق ما بين الجلسات 3 اسابيع، يعني فيكم ترجعوا تستخدموا كافسليم بس بعد 3 اسابيع. اما بالنسبه للنتائج اللي احنا عم نحكي عنها اليوم، الفرق كثير واضح بين قبل وبعد. اذا حبينا نحكي عن هالنتائج، شايفين هون انه هيدي نتائج قبل وبعد، عم نحكي انه على 20 جلسه يعني هيدي النتائج بتحصلوا عليها من دون الذهاب لعيادات التجميل ومن دون اي شيء. عم نحكي عن مشاكل ترهل الجلد، عم نحكي عن تمركز الدهون، لو كنت نحيفة أو كان وزنك زايد، نحن عم نحكي عن نحت مضمون للجسم. كمان رح نرجع نشوف النتائج اللي نحن عم نحكي عنها اليوم، النتائج عم نحكي عنها نتائج مضمونة. عم نحكي عن بمجرد ما أنتوا تستخدموا الجهاز لأول مرة، كمان على فكرة مباشرة رح تبلشوا تحسوا بالنتائج. رح نشوف الشارت يبين لنا هيدا الشيء، أنه البطن بعد الجلسة الأولى عم تضعفوا 2 سنتيمتر، الدراعين تضعفوا سنتيمتر، 15 سنتيمتر بالأرداف، الساقين سنتيمتر، الأسبوع الثاني أكثر وأكثر، وبعد 20 جلسة بتوصل نتائج 8 سنتيمتر للبطن، 4.5 سنتيمتر للذراعين، 5 للأرداف وللساقين، 5.5 سنتيمتر. يعني نتائج، يعني بعد 20 جلسة بتحصلوا على النتائج اللي أنتم بدكم إياها والمضمونة. شو عم نقدم لكم بهيدي الفقرة؟ عم نقدم لكم نحن اليوم عرض عن جد ما بيتفوت، جاي لكم جهاز كافي سليم مع كل المرفقات من الكافي جل، كريم خاص بالسيلولايت، كريم خاص بشد الجسم، وهيدا كله بيساعدنا لحتى نحن نعتني بجسمنا. هيدا ما كل شيء، عم نشوف نحن وياكم الهدية اللي عم نقدم لكم اياها، مجموعة متكاملة متألفة هيدي المجموعة من 2 جل إضافيين. بلشنا عنا الساونا سوت، عنا كمان إذا منشوف على الطاولة قدامنا في عنا ميزان خاص للوزن، في عنا كمان 2 جل للسيلولايت والسيروم إضافيين، وعنا كافيتيشن جل بسعر تنافسي 778. عنا هون قيمة الهدية 798، قيمة الهدية جاي لكم مجانا. خلونا كمان نقارن نحن السعر اللي عم نقدمه لكافي سليم بكل الاشياء اللي بتلجأ لها السيدات. 12 جلسة من تفريغ الدهون بتكلف 8400، عملية شفط الدهون بتكلف 25000، شد البطن 30000، بينما هون عم نشوف 4299 بتحصلوا انتم على جهاز كافي سليم بكل المرفقات والهدايا اللي موجودين. عم نشوف هون انا مكفي معنا بالجلسة، بنرجع بنوضح لكم أن نبلش بالجلسة عملية تفريغ قبل ما نحن نبلش الحلقة، وعم نشوف كيف عم بتركز على هيدي المناطق بحركة، مثل ما عم نشوف بحركة هون انسيابية. الاحمرار اللي عم بيصير هي حركة طبيعية من المساج اللي هي عم تعمله، وإنه تدفق الدم كمان للمنطقة بسبب احمرار. رح نشوف هلأ النتائج اللي حصلت عليها أنا. أنا I would like you to stand up please to see the results. أنا كانت عم تعمل هيدي الجلسة تقريبا، صار لأنا عم تعمل الجلسة من قبل ما نحن نبلش الحلقة، بما معدل 20 دقيقة 25 look دقيقة. Look to the side and please this side. And put your hands. رح نشوف هلا النتائج اللي قدرت تحصل عليها أنا. كل الامتلاء اللي بيكون موجود على منطقة البطن بتقدروا أنتم تحسوا يعني هيدي الدهون اللي مثل ما شرحت. عم نشوف هون الكيرفز اللي موجودين عندها كيف خفوا، البطن عندها كثير خف، هيدا كله لانه عم نكسر نحن منطقه الدهون بهيدي المنطقه، فنحن ركزنا كثير على هيدي المنطقه لحتى نتخلص نحن تماما منها. فاذا شفنا النتائج قد ايه كثير واضحه مع انا، خلونا هلا كمان نرجع نحن وياكم لكل الاشخاص اللي انضموا لنا، نتذكر هيدي التقنيه انه هي مش بس بتستخدموها على منطقه البطن، فيكم تستخدموها على مناطق مختلفه من الجسم. فيكم تستخدموها طبعا الاتجاهات اللي
اللي احنا شايفينها هي اتجاهات مختلفة، فيكم انتوا تتبعوا بالضبط التعليمات اللي موجودة بكتيب التعليمات، لانه موجود كل الاشياء بالتفصيل، ومثل ما شايفين بنقدر نستخدمه لكل المناطق بالجسم. برجع بذكركم بيستخدم تقنية الالتراساوند او الموجات فوق الصوتية. الجيل الجديد في البروجرام الجديد اللي ضافوه للكافي سليم اللي بيعطينا موجات مستمرة بتساعد على استهداف الفات او الدهون المستعصية بالجسم، فينا نستخدمه بكل خصوصية بالبيت، أكثر من حدا فيه يستخدم الجلسات. ما تنسوا النتائج بس بعد 20 جلسة، وفينا نعيد الجلسات بعد 3 أسابيع من استخدام كافي سليم. طريقة جدا آمنة للتخلص من الدهون، كل سيدة وكل رجل كمان فيهم يتخلصوا من الدهون بكل الأماكن بالجسم باستخدام التقنية اللي عم نشوفها هلا، اللي هي تقنية التفريغ اللي عم يتبعوها بالعيادات واللي بتكلف الألافات. هلا صارت متوفرة لكم بسعر جدا معقول من براند كتير مشهور بيقدم نفس التقنية بسعر مدروس. وهون عم نشوف كيف هيدي الموجات الفوق الصوتية بتساعد على تفتيت وتكسير الدهون المستعصية، مما بيخلي طرح هيدي الدهون يكون بشكل طبيعي. الدهون بتتحول عنا لجليسرايد، بعدين جليسرول، بعدين فاتي أسيد. بيستغل الجسم هيدي كل المواد، بيوديها للكبد، بيتخلص منها، وبتطرح هيدي الدهون بالجسم بطريقة طبيعية. نتائج ملحوظة وواضحة بتكون لكم من الاستخدام الأول، ومع الاستمرارية بتحصلوا على نتائج مذهلة. نتوجه نحن بهيدا المنتج لكل شخص عم بيعاني من الدهون المستعصية، متركزة بمناطق معينة من الجسم، ما راحت بالدايت، عم بتغلبنا بالسبور. بتقدروا انتم هلا تتخلصوا منها بطريقه كثير سهله، وبقى في داعي لعمليات جراحيه، وبقى في داعي لشد البطن ونعمل كل هيدي الاشياء المكلفه. جهاز بيعتمد على تقنيه الموجات الفوق الصوتيه، امنه جدا. الالتراساوند بيستخدموه الحوامل، فهو جاي لكم بفريكونسي شوي اقوى لحتى يخلينا نتخلص من مشكله الدهون الزائده. اذا اليوم نحن مقدمين لكم كافي سليم، الحل المثالي للتخلص من كل المشاكل اللي ذكرتيها. اول شيء حابه اخبر كل عم يتابعونا انهم راح يحصلوا على الجهاز الرئيسي اللي هو اوريدي مرفق فيه كل الاشياء اللي نحن بحاجه لها. كمان عندنا معيار القياس، وعندنا الانتي سيلولايت، وعندنا الفيرمينج الجل الخاص بالشد والانتي سيلولايت، وعندنا الكافيتيشن جل، وعندنا كتيب التعليمات. والاحلى والاحلى ان انتم بتحصلوا على مجموعه هدايا جدا جدا رائعه لحتى تساعدكم وتاخذكم بالجورني اللي هي تبع تخلص من الدهون. عندنا البدله الخاصه بالساونا، بالاضافه الى رح نشوف هيدي البدله كثير كثير ضروريه، بتساعدكم كمان ان انتم تحرقوا اكثر دهون. كمان عندنا الكافيتيشن جل، عندنا الانتي سيلولايت جل، وعندنا الفيرمينج جل، وكمان عندنا الميزان لحتى هيك تعرفوا قديش انتوا عم تخسروا. سعر مجموع الهدايا اللي بتحصلوا عليها بفرصه الاسبوع 798 ريال سعودي، ونحن اليوم مقدمين لكم كافي سليم بسعر مثالي. السعر اللي نحن مقدمينه اليوم مثل ما انتوا شايفين 4298 ريال سعودي فقط. فاذا انتم هون عم تحصلوا على سعر تنافسي، مجموعه متكامله ونتائج مضمونه. اتصلوا فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه، استغلوا هيدي الفرصه لتحصلوا على الجيل الجديد اللي عم نقدم لكم اياه من كافي سليم، اللي بيحتوي على بروجرام اضافي لحتى يكون هيك مكثف اكثر لعلاج الالتراساوند او الموجات الفوق الصوتيه. ما تنسوا ابدا تذكروا رقم المنتج لحتى يسهل عليكم عمليه الشراء. ومنكفي فقراتنا المتنوعه نحن وياكم. لطلب الاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة، أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضاً الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.